عسلامة. مرحبا. خلينا نتعرفوا عليك. أنيس زرقوني. مرحبا بيك. عشك. مرحبا بيك أنيس. حابين نحكيوا شوية على التليفونات اللي تجينا من خارج تونس وتتسجل هوني. والله شوف، بالنسبة للموضوع التليفونات، عندنا قانون اصدر في الفترة متاع رئيس الحكومة الفخفاخ على أساسه أن التليفونات اللي تجي من برا، وان جنرال كانت الفيلوزوفية متاع القانون هذايا على أساس يعني الحد من السرقة ومن البركاجات وفي تطير التليفونات، على أساس كون التليفونات واللي مراقبة. القانون هذية للأسف شديد برشا معناها ذمروا منه على أساس كونه يقيد من الحريات العامة للأفراد. زاد بالنسبة مثلا برشا يجيهم تليفونات من برا وصارت لهم دي كومبليكاسيون مثلا في التسجيل، على أساس كونه قانون هذية متاع سجني مقيد بمدة زمنية، يعني مدة شر، وسينو يتولي فما كومبليكاسيون، يولي تدخل في الليست نوار. هذوما التليفونات يدخلوا كيما نقولوا احنا في الليست نوار. وبالنسبة للمسألة الثانية، انه الأجانب اللي غالبهم يجيو من بالبر وما يعرفوش القانون هذايا، وساعات يقعد أكثر من شهر، فهمت، وجزيرية وليبيا وحتى من دول أخرى يحبذوا أنهم يستقروا هنا في تونس، يعني للأسف شديد وممكن ما يلاحظوش. كيجيهم بتي ميساج كاية في البواء، ساعة تبدأ ساتوري ولا حاجة، ومن بعد شهر يلقى تليفون متاعه فبدأ تبلوكة. للأسف شديد هذه يعني أنا راها قيد، فهمت، من الحريات العامة في تونس. وأتمنى أنه القانون هذا يعني يتلغى بصراحة، لأنه على فكرة القانون هذا وقت اللي تعمل بشي حد من السرقة. هذا من إيجابيات القانون يعني. هذه كفكرة علاش تعمل، هو باش ينقص من السرقة، ألورك السرقة بتاع تليفونات زادت. يعني كي نعملوا احنا قانون وما يجيبش نتيجة، ما يثمرش، علاش باش نخليوه؟ أول حاجة، فهمت. ثاني حاجة حبيت نلاحظها هو أنه السجني هذا، قانون سجني، يخلي نقولوا احنا افراد والمواطنين اللي سجلوا تليفوناتهم بين قوسين يعني كونترولي، يعني نفسانيا الانسان يبدا يستعمل في التليفون نتاعو يعرف روحه انه هو كونترولي بار اكزومبل، يحس نفسانيا، يحس بنقولوا احنا نوع من الاحباط، فهمت. هذه حبيت لاحظها يعني تحس فما شكون يراقب فيك مثلا، كما ذكرنا في الكواليس الجي بي اس، اللي فما شكون يحطها الشخص في الكهرباء في الدار في اي بلاصه ماني صغيره ما تظهر الجمله. جوستومون هذه حاجات نقولوا احنا اخلاقيا ما تجيش كمجتمع يعيش في انسجام ويحترم روحه وتحترمه الدوله والحكومه. الحاجات هذوما ما يجيوش ان واحد يراقب ليخ. فما الرقابه باهيه هي اون جينيرال، مش بالطريقه هذه بالفاسون هذه. تتر للصغيرات يمكن تنجم تعملها، الولي يعملها للصغار، لكن فما ساعات زوجة تحط في كرهبة زوجها في ساك وفي أي بلاصة متاع واحد يتنقل يعني. إيه هي يعني حتى في العلاقات الأسرية ديما فما نقولوا احنا كالغيرة، فهمت، غيرة الراجل على مرته، غيرة المرأة على رجلها، لكن مش باش توصل مستوى معناها قوي برشا عاد، فهمت، كأنك اقتحمت له معرفش مش حتى المساحة الشخصية، حاجة أكثر من هكا. هي ينجم معناها شخص يستعمل وسيلة يقول أنا الرغبة متاعي باش استعمال وسيلة هذه هي كما نقولوا احنا دو بون فوا، لكن النتيجة متاعها خايبة برشا، كاتاستروفيك، دو موفيز فوا. معناها أنا مثلا ناخذ مثال، نجم يجي رجل مثلا يقول انا راقب مرتي مثلا، نحط لها جي بي اس ولا ما نجمش حتى نحط لها جي بي اس، يقول حط مثلا توا برشا يحطوا لي كاميرا صغار، يمشي يركب كاميرا مثلا في الدار ولا دو كاميرا في كل بيت يركب، يقول انا نحب نتاكد ان مرتي مثلا تحبني. هو يعني الجيس اللي عامله تركيب الكاميرا دو بون فوا، يحب يتاكد، يحب يزيد يقتنع، لكن ساعات النتيجة تكون كاتاستروفيك للأسف.
للاسف، لانه هذه النوع هذا نتاع التجسس يتسمى نوع من التجسس، هو اخلاقيا حاجه سيئه، حتى كان باش يتاكد اللي الطرف الاخر يحبه ويزيد يتاكد ويقتنع، لا حتى الطرف الاخر لو كان يكتشف انه استعمل الوسيله هذه باش يتاكد باش يولي يزيد يكره. انت احنا نطلبوا ديما انه في علاقه الافراد بين بعضهم يحاولوا ان تكون فما ثقه مفترضه بين الزوج وزوجته، بين افراد في الشغل مثلا، بين فهمت في مستوى معين تنجم مثلا كدوله مثلا تستعمل وسائل، معناها هي عندها كي نقولوا احنا العلويه، الدوله عندها علويه، وكيما توا في وضعيات مثلا حال طوارئ تنجم الدوله مثلا تراقب، لكن مراقبه نقولوا طفيفه، ماهيش كل باش نمشي الناس مع المكالمات الكل وراقب الناس الكل، ونولي تولي الرقابه هذه المفرطه تولي عباره نقولوا احنا مبدا برانسيب، فهمت؟ تقعد ديما هي استثناء، راهي ديما الاصل في الانسان الاستقامه وحسن النيه، هذه البرانسيب بتاع الانسان، والرقابه ما يلزمهاش تفوت حدودها، لان لو كانت تفوت حدودها تولي المساوئ نتاعها اكثر من نقولوا احنا الفوائد نتاعها اللي تعملت. فما العكس، يعني عكس الرقابه، انه انسان يبدا متاكد انه فما حاجه وما يحبش يعرفها، يكون متاكد، يبدا متاكد ما يحبش يشوف الحقيقه. اي هذا نوع من نقولوا احنا من التهرب، تهرب يعني تهرب يعني مراقبة حاجة خايبة، معناها حتى اللي باش يراقب يعني حاجة خايبة ياسر، نجم تشوف حاجة خايبة برشا. شوف ديما العلاقات تبنى على الثقة وتبنى على حسن النية وتبنى على افتراض انه الطرف الاخر، سينو سي با لا بين انا باش تتربطك العلاقه هذيك، والا باش نكونوا مثلا شركات، والا باش نكونوا ديما التجمع نتاع اي زوج بين زوج والا بين ثلاثه اربعه، ديما الباز نتاعو هو الثقه وحسن النيه، هذيا ديما نحاولوا نقولوا احنا نكتسبوه. انا مثلا بين قوسين، معناها انا نمشي مثلا للجزائر ديما ونطلع في الحافلات، عاد مره جبت معايا الوالد الله يرحمه، جبته وقتها معايا في سفره، عاد في البوز بتاع الرحله الناس الكل باش تهبط تعشى، يخليوا التليفونات بتاعهم تشارجا مثلا في الباور بانك وكذا، انا خليت التليفون بتاعي في الكرسي في الباور بانك وهبطت. قال لي بابا، قال لي اش تعمل؟ قال لي تليفون يتهز يتسرق. ليه؟ قلت له هنا ما تسرقش، لانه هو كشعب بعد ما خرج مك الازمه نتاع العشريه السوداء وقبلها في الاستعمار، صنع روحه نوع من التضامن القوي برشا، يقول لك انا جزائري ويحب بلاده ويدافع على بلاده، دونك ما فماش سرقه، ما يسرقوش بعضهم، بالعكس يعملوا الخير لبعضهم، كان واحد يقول حشي ب 10 ملايين يلموا له 10 ملايين في وقتها، فهمت؟ وما غير مقابل. احنا مازلنا للاسف شديد مازلنا حسن النيه، وتوا لو كان واحد توا يعمل اي جيست نشكوا فيه، احنا كان واحد توا يعمل حاجه باهيه مثلا، هذا خدم في مخه، هذا احنا بالعكس، فهمت؟ احنا بالعكس مازلنا ما صنعناش اكل لحمه واكل سوليداريتي، بورتو احنا رانا باهيين او فون باهيين كعباد وكشعب، احنا باهيين، اما كالبهاوه نتاعنا مازلنا ما ربحنا، ما حاولناش نطوروها، فهمت؟ ما حبيناش نطوروها للاسف. يعطيك الصحه، يعطيك، شكرا، يعيشك.